اسمي ونيابة عن السيد الدكتور نبيل نور الدين عبد الله رئيس الجامعة، برحب بالسيدة الأستاذة الدكتورة وزيرة الصحة والسيد الأستاذ الدكتور رئيس الجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكلى. كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير للسادة الضيوف اللي شرفونا في محافظة سوهاج وتكبلوا المشار السفر، ونتمنى لهم طبعا إقامة طيبة واستفادة علمية متميزة من هذا المؤتمر. وأتقدم بخالص الشكر والتقدير لأسر كلية الطب جامعة سوهاج، السيد الأستاذ الدكتور عبد المعوزيك عميد الكلية، السيد الأستاذ الدكتور محمد ثروت وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، السيد الأستاذ الدكتور علي طه البرياتي وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع، والسيد الأستاذ الدكتور حسن شحاتة رئيس قسم أمراض البطنة بكلية الطب. كما أرحب بالسادة السيد الأستاذ الدكتور وكيل وزارة الصحة والسيد الدكتور نقيب أطباء سوهاج الحاضرين معنا ومشرفينا في هذا المؤتمر. أشكر السادة أعضاء هيئة التدريس الأساتذة ومعاونيهم من كلية الطب الحاضرين معنا في هذا المؤتمر. جامعة سوهاج لا تدخر وسعا في دعم البحث العلمي والمؤتمرات العلمية، وخاصة المؤتمرات العلمية في كلية الطب، لأن احنا فعلا محتاجين للفكر المستنير والفكر اللي هو بيطور لنا على حل مشاكلنا، وأيضا الإضافة السليمة للعلم أو العلوم الطبية. أيضا بشكر السيد اللواء محافظ سوهاج اللي هو شخص طبعا، ولولا ارتباطاته كان معنا في هذه اللحظة. نشكره على دعمه وعلاقاته المتميزة مع جامعة سوهاج. بشكركم وبرحب بكم، وأتمنى للمؤتمر النجاح في تحقيق أهدافي المختلفة، وأتمنى للحاضرين إقامة طيبة بمحافظة سوهاج وجامعة سوهاج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر الأستاذ الدكتور